وللحديث عن اعتداءات القوات الحكومية على المتظاهرين وسقوط شهداء وجرحى ينضم إلينا عبر الهاتف من أمستردام المدير الإقليمي لمركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان في أوروبا الأستاذة حنان عبد اللطيف. أستاذة حنان، بداية مرحبا بك. السوداني يدشن حكمه أو عهده بقتل العشرات وجرح العشرات من المتظاهرين أو عدد من المتظاهرين برصاص القوات الأمنية. كيف ترين أو تنظرين إلى تعامل القوات الحكومية مع التظاهرات السلمية؟ هل يضع ذلك السوداني تحت طائلة الحقوق؟ أهلا وسهلا أخي، حياكم الله وحيا مشاهديكم الكرام. طبعا التظاهرات السلمية هو حق مكفول لجميع العراقيين، كفاله الدستور العراقي الذي كتبوه الطبقة السياسية التي تحكم اليوم في العراق، وبالتأكيد رئيس الوزراء السوداني يتحمل مسؤولية الجرائم التي ارتكبتها القوات الأمنية في محافظة ديقار وأدت إلى سقوط 3 شهداء والعشرات وعشرات الجرحى. فالقانون الجنائي الدولي يحمل الرئيس المسؤولية الكاملة عن عمليات القتل التي تنفذها القوات الأمنية الحكومية بحق المدنيين، وبما أن هذه الجرائم تقع تحت خانة جرائم ضد الإنسانية فهي لا تسقط بالتقادم، ويحق لأهالي وذوي الشهداء رفع دعاوى على السوداني في محاكم الاختصاص الجنائي العالمي كمحكمة الجنايات في فرنسا أو بلجيكا أو ألمانيا أو إسبانيا. يعني حتى وأن كان رئيس كيف الوزراء، كيف يمكن أن توضح لنا هذه النقطة أستاذ حنان؟ كيف يحق لأهالي الضحايا رفع دعوى قضائية على السوداني أو ملاحقة السوداني قضائيا، وخاصة أن الكثير من ذوي الضحايا الذين استشهدوا في ثورة تشرين أكثر من 800 شهيد، والكثير من المعاقين عشرات الآلاف من المعاقين أيضا ذهبت حقوقهم هباء. كيف لذوي الضحايا أن يطالبوا بمحاكمة أو السوداني؟ ما الآلية؟ ماذا عليهم أن يفعلوا؟ نعم طبعا الجميع يعلم أن العراق غير موقع لاتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، ولأن الأمم المتحدة رأت أن هناك جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة ترتكب بحق الشعوب، وحتى لا ولأنها رأت أيضا عجز المحاكم الوطنية المحلية في محاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم، فأنشأت آلية الاختصاص الجنائي العالمي اللي ممكن أن أي محكمة وطنية في الدول الأخرى أن تتبناها. فهناك محاكم وطنية أوروبية تبنت هذا الآلية، آلية الاختصاص الجنائي العالمي، منها محكمة الجنايات في فرنسا أو بلجيكا أو ألمانيا أو إسبانيا. يحق لأهالي وذوي الضحايا أنهم قد يرفعون شكاوى ضد المسؤولين الحكوميين العراقيين وإن كان لا يحمل جنسية هذا البلد، وإن كان أهالي وذوي الضحايا لا يحملون جنسية هذا البلد، وإن كانت الجرائم غير مرتكبة على أراضي هذه الدولة. طبعا هذه الآلية أنشئت لمنع إفلات المجرمين من العقاب، وأعتقد أن هناك دعاوى مرفوعة في محكمة جنايات فرنسا ضد عادل عبد المهدي من قبل عدد من شهداء شباب تشرين. نعم، من ذوي الضحايا. نعم. ابقي معنا أستاذة حنان عبد اللطيف، سأعود إليكم مرة أخرى. أرحب بضيفي عبر الهاتف مسؤول المكتب السياسي البديل الثوري للتغيير الأستاذ علي عزيز، ينضم معنا من بغداد. أستاذ علي، بداية مرحبا بك. أهلا وسهلا أستاذ علي. ترى أن منهجية قتل المتظاهرين السلميين مستمرة الحكومة تلو الأخرى، كيف تصف الاعتداءات التي قامت بها القوات الأمنية على المتظاهرين السلميين في الناصرية؟ نعم طبعا، هو هذا زيدا النظام الحاكم بالعراق من 2003 ولحد الان، اجرام القتل والخطف والسرق والنهب والقنص
هذا ديدانهم ضد الحكومات المتعاقبه. واليوم محمد الشيع السوداني كان يعني بصراحه ما اعرف انه شلون كان يعلق على هذه الفعله اللي راح قتل ثلاث شباب ابرياء بالناصريه محتجين، وقبل ان يقتلون هؤلاء الشباب الثلاثه قدمت الحكومه مشروع قانون تريد من الثوار او اي متظاهر او اي محتج ياخذ اذن مسبق من الحكومه حتى يثور، وهذا الاذن المسبق كذلك اردفه بموافقه النظام القضائي في العراق. فهذه كلها عمليات استفزاز حكوميه الغايه منها جر الشارع الى هكذا احتجاجات، وبالتالي هم مستعدين لان هم اساسا يعني كيدنهم قلت لك كما اسلفت انه القتل والاجرام والقنص والخطف كل نقطه تسقط. فبالنسبه ان شعار رفعناه وهاشتاج اطلقناه واحد مد الف لا يستفزون الثوار، الشاعر يعني لا يحتاج. لم تمضي ايام على ذكر مجزره جسر الزيتون وجسر او مجزره السنك ولا يزال الفاعلون طلقاء. الرساله التي يريد السوداني ارسالها من خلال استخدام الرصاص ضد المتظاهرين، هل ترى برايك انها ترسيخ لديكتاتوريه جديده تعتمد على قمع حريه الراي، قمع حريه التعبير، وقتل كل من يعترض على سلطة الأحزاب في العراق؟ موجودة اليوم لو بها يعني أساسا حتى تغير النظام الجمهوري وتؤسس نظام أشبه بالملكي، يعني خلينا نذهب أكثر أبعد من الدكتاتورية. يعني إحنا اليوم لو نجي نشوف موضوع اللي يؤسسون إلى قمع أو حرية الرأي في العراق عندنا، هم نفسهم اللي تشوفهم اللي إحنا صرنا عليهم بال 2019 عن اي حريه راي. هل يمتلك السيد السوداني حريه راي؟ الم السيد السوداني يضع نفسه العوبه واضحوكه حين تم طرح اسمه كمرشح ابان بعد فتره عادل عبد المهدي قبل ان يتولى مصطفى الكاظمي، ومباشره قدم استقالته من حزب الدعوه؟ هل هذا الرجل يصلح ان يقود العراق وهو يقدم استقاله من حزب المفروض يكون مؤمن بمبادئه وعنده عقيده وعنده انتماء تام كامل مطلق له؟ فاحنا نجي اليوم نرجع الى عمليات القتل يمارسوها، وقبل عمليات القتل مثل ما قلت لك يطالبون انه نقدم موافقه ونستحق موافقه حتى نثور وحتى نطلع هو. يعني ارجعوا هذه رساله الى الحكومه من خلال قناتكم اليوم تسمعني انت، وقبل شوي تعرجت ويا زميلتي الاخت حنان على موضوع المجتمع الدولي. ما نعود على المجتمع الدولي، اليوم صعب نعود على المجتمع الدولي. احنا وذكرتك الاخت حنان عادل عبد المهدي على دعاوي بباريس لحد الان ما حصلوا اي شيء، المجتمع الدولي كان يتفرج على العراق وهي تسقط عليها الصواريخ والقنابل. في هذه النقطة المهمة استاذ علي اسمح لي فقط اتحول للاستاذه حنان عبد اللطيف. استاذه حنان، عندما يقوم ذو الضحايا بالمطالبه بدماء ابنائهم او حقوق ابنائهم الذين استشهدوا او الذين تمت اصابتهم او اعاقتهم وهم بالالاف، نتحدث ليس فقط عن 3 أشخاص سقطوا بالامس وانما هي سلسله منهجيه مستمره، من وجهة نظرك يعني هل هذا الأمر يلاقي آذان صاغية من قبل المجتمع الدولي؟ هل يمكن تدويل هذه القضية أم لا؟ نعم بالتأكيد. يعني أنا أسمع كثيرا من الآراء المحبطة لعمل المراكز الحقوقية العراقية والناشطين الحقوقيين العراقيين، لكن أؤكد على أهمية عملنا في رفض وتوثيق هذه الجرائم ورفعها ونقلها إلى المنظمات الأممية وإلى المجتمع الدولي وإلى الإعلام العالمي حتى يطلع على حجم الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها الأحزاب السياسية وميليشيات الأحزاب والجماعات الإرهابية في العراق. يعني نحن بهذا العمل نضعهم أمام الأمر الواقع ونجبرهم على الاعتراف بهذه الجرائم. طبعا ولولا هذه يعني هذه النشاطات التي تقوم بها المراكز الحقوقية العراقية
لما يعني أصدق أو وافقت الأمم المتحدة على إرسال لجنة تقصي لجنة تقصي الحقائق عن المغيبين العراقيين التي زارت العراق قبل الشهر الماضي واطلعت على الإجراءات المتبعة واطلعت على أعداد المفقودين وأعطت توصيات للحكومة العراقية بأنه تعمل على إنشاء سجل مركزي لتسجيل المغيبين. يعني هذه كلها نوع من الضغوط اللي تمارسها المراكز الحقوقية العراقية على الحكومة العراقية من خلال المنظمات الأممية. وفي حال طبعا أنا دائما أقول إنه المحاكمة المجرمين الحكوميين العراقيين لم تحدث إلا بقرار سياسي، متى ما تغير القرار السياسي ويعني جاءت حكومة أخرى وتغيرت سياسات المجتمع الدولي تجاه هذا النظام السياسي القائم في العراق سيحاكمون، لأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم. نعم نعم سيد حنان. السيد علي، منذ أيام التقى السوداني بعدد ممن صورهم الإعلام الحكومي أنهم ممثلون عن ثورة تشرين، كيف ترى ذلك وبعدها حصلت عملية قتل المتظاهرين السلميين في مدينة الناصرية في ظل محاولة حكومة السوداني والكاظمي ومن قبلهما أيضا إضاعة حقوق الشهداء والمصابين؟ كيف تنظر إلى هذا الأمر؟ هل هو تمهيد لعمليات القمع والقتل كمنهجية مستمرة؟ نعم والله، يعني بكل صراحة أنا أقول لك موقف الثورة الحقيقي من كل شخص يلتقي برئيس سلطة في العراق سواء تشريعية أو تنفيذية أو رئيس جمهورية أو رئيس مجلس القضاء باسم ثوار تشرين، فتشرين براء من هذا الشخص. نحن لا ننطخ أيدينا بأيديهم، هؤلاء قتلونا كلهم. من قتلنا اليوم فهذا ليس بمعزل عن من قتلنا بال 2003 وعن من قتلنا بال 2006 وال 2010. هؤلاء زمره من زمر الشر يمثلون في تاريخ العراق الحديث. تشرين كانت لاسقاط النظام العميري الحاكم في العراق منذ العام 2003 لحد اليوم. تشرين لم تثر كي يقابل أحد ناشطيها عميلا صغيرا يحمل صفة رئيس حكومة. ثائر تشرين الصغير والأصغر، ثائر تشرين عفوا، أصغر ثائر تشرين هو أطهر من أكبر مسؤول في هذا النظام العميل الذي حكم العراق بعد 2003. نعم شكرا سيد علي. أستاذ حنان، أخيرا، السوداني أقال قائد شرطة ذي قار بعد ارتكاب هذه الاعتداءات ضد المتظاهرين السلميين، ولكن بطبيعة الحال كما هو معلوم أن الأوامر تؤخذ من قبل القائد الأعلى للقوات المسلحة. من وجهة نظرك يعني هذا الأمر هل هو يغطي على المسؤولية التي تقع على عاتق السوداني، أم أن هذا الأمر سوف يستمر وعملية القتل ضد المتظاهرين تستخدم نفس المنهجية ونفس الأسلوب؟ الحكومة السوداني أو الإطار كما يسميها البعض هي امتداد لحكومات الجعفري والمالكي والعبادي وعبد المهدي، وهذه الحكومات جميعها متهمة بارتكاب جرائم الإبادة وجرائم ضد الإنسانية. يعني القانون الجنائي الدولي يعني يحمل رئيس الحكومة مسؤولية فتح القوات الأمنية النار على المواطنين المدنيين حتى لو لم يعطيهم الأوامر، لأن الوضع الطبيعي يفترض عدم إطلاق الرصاص الحي على المدنيين. أما إقالة قائد الشرطة هي مجرد محاولة لامتصاص غضب الشارع العراقي، وبعد ذلك سيمنح منصب آخر في محافظة أخرى
ولنا في الفريق جميل الشمري خير مثال الذي ارتكب جرائم ضد أهالي ديالة، وبعد ذلك عينوه في البصرة، وفي 2018 أيضا ارتكب جرائم ضد متظاهري البصرة الذين تظاهروا ضد تلوث المياه وتسمم سكان البصرة، فقاموا بنقله إلى بيقار، والجميع يعلم أنه في 2019 تلطخت أيدي جميل الشمري بمتظاهري ذيقار، وبعد ذلك يعني روجوا نشروا خبر أنه تمت إقالته، لكن في الحقيقة عادوا إلى وزارة الدفاع. يعني نحن نعتقد أن حكومة السوداني ستتمادى في استخدام سياسة القمع واستهداف واعتقال واغتيال الناشطين والصحفيين، لأنها رأت التجاهل المتعمد من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية تجاه الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها الحكومات العراقية والقوات الأمنية والميليشيات بحق المدنيين العراقيين والمتظاهرين السلميين، بحيث لم يتحرك المجتمع الدولي لفرض عقوبات اقتصادية على المسؤولين العراقيين، بل إنهم باركوا الانتخابات اللي شاركت بها ميليشيات موضوعة على قوائم الإرهاب الأمريكي، وباركوا الحكومة اللي تشكلت من هذه الميليشيات. ويعني ستبقى دماء شباب العراق رخيصة وموارد وأموال البلد منهوبة ما لم يتحرك المجتمع الدولي ويتحمل والأمم المتحدة ويتحملون مسؤولياتهم الإنسانية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب العراقي. شكرا جزيلا لضيوف بانوراما رافدين من بغداد مسؤول المكتب السياسي للبديل الثوري للتغيير السيد علي عزيز، ومن أمستردام المدير الإقليمي لمركز رافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان في أوروبا الأستاذة حنان عبد اللطيف.